في عداله او العداله دائما ستنظر محكمه الجنايات بام البواقي في دورتها الجديده في 69 قضيه بعد افتتاح الدوره الجنائيه العاديه الثانيه لعام 2019، ويسعى القضاة او القضاء للفصل في جميع القضايا بالحكم النهائي بدل الحبس المؤقت. هذا واكدت النيابه العامه ان 17 متهما استفادوا من المساعده القضائيه حسب تعديل 2010-2009، ومن اهم القضايا التي سيفصل فيها قضايا القتل العمدي، السرقة، قضايا التزوير، نقل الأسلحة والذخيرة وزرع القنب الهندي. يتم النظر في 69 قضية فيها 120 متهم، منهم 55 موقوف، منها 7 تاع القتل العمدي تتعلق بجنايات القتل العمدي وهي من أخطر الجرائم. عندنا جرائم السرقة بظروفها، يعني التعدد والكسر إلى آخره من ظروف، هذه 22 قضية. عندنا جرائم التزوير، عندنا 6 قضايا، منها 3 تتعلق بتزوير النقود و3 تتعلق بتزوير محررات الرسمية. الجرائم العنف اللي هي حوالي 7 قضايا القتل العمدي، منها في محاولة القتل العمدي، لأن الفعل المحاولة كالفعل، عندنا 5 قضايا في محاولة القتل العمدي. فضلا عندنا جناية نتاع زراعة القنب الهندي، عندنا جنايات تتعلق بحمل ونقل الأسلحة والذخيرة.